الامتحان كان يعني كويس ومدته كويسة، والطالب اللي دارس يعني بتقن الامتحان 100% إن شاء الله. كان يراعي الفروقات بين الطلاب، كان يراعي الفروقات يعني بين الطلاب طبعا. مستوى الامتحان كان تمام، واللي قاري الحمد لله جاوب، وفي يعني كم سؤال للقدرات عرفت شلون، وكل امتحان سهل ومتوسط وصعب. مدة الامتحان كانت كافية، وترتيب القاعات والاستادية الحمد لله تمام، يعني ما في ضغط نفسي. الامتحان مجملا كان من سهل لمتوسط، اغلب في اسئلة صعبة، بس على الدارس ان شاء الله يعني كان جوها بشكل سريع، بس كان بده وقت الامتحان، يعني بدنا وقت كافي، ما كان في وقت كافي على الامتحان. الامتحان كان متوسط، يعني من متوسط لا جيد، يعني انه مقبول، ومدة الامتحان كانت كويسة، ويعني كان الامتحان جيد، وان شاء الله التوفيق. الامتحان كان من سهل لمتوسط، بس فيه يعني شوية تركات، والوقت يعني لو انه زادوه شوية بيكون افضل، انه بده شوية وقت كمان، والحمد لله يعني ان شاء الله فالنا النجاح. ايش التركات اللي كانت؟ كان في كم دائرة يعني صعبات شوي، يعني بخربط بين الاجوبة، يعني في اجابة صح واجابة اصح. هل كان يراعي فروقات الطالب الامتحان؟ كان يراعي فروق الطالب.